السلام عليكم، رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. طبعا اليوم راح نتكلم عن بعد نوع ثاني من انواع التكرار، وهو يسمونه بالوايل. شنو المقصود بالوايل؟ ترى الوايل هو تقريبا نفس فكرة الفور لوب، هو نوع من انواع اللوب نوع من انواع التكرار، نفس الفكرة بالضبط، بس طريقة الكتابة تختلف. نفس ما كان عندنا في الجمل الشرطية كان في اف كونديشن وفي السويتش، بعد هنا عندنا الفور لوب وعندنا الوايل لوب. طريقة كتابة الكود للوايل لوب طبعا نفس يعني تكون مشابهة لطريقة الفور. في البداية راح أعرف المتغير اللي اسمه اكس على سبيل المثال، زين، وأعطيه قيمة 1. عقب راح أكتب له وايل، هاي كتب لنا بالكابيتال وايل، زين، وافتح قوسين واكتب له المتغير اكس اكبر او يساوي 5، وافتح القوسين مجموعه. زين، احنا في البدايه هناك في الفور لوب اول شيء نعرف المتغير. قلت لكم نقطه البدايه اللي هو تعريف المتغير، عرفنا الوايل لو حطينا فيه اللي هو الكونديشن، هو الشرط. باقي شنو؟ باقي عندنا شغلتين، باقي اللي هو الريزولت اللي انت تبي يطبق، اللي تبي يسوي لك اياها، اللي راح نبي احنا يكون ايكو مثلا the number is، نفس المثال القديم بنحط فيه المتغير اللي هو اكس ونسوي البي ار هو بريك لاين، ونعطي الفاصلة المنقوطة. احنا شنو حطينا؟ احنا حطينا الريزولت، احنا بيطبع لنا متغير اكس. زين، في شغلة احنا نسيناها الفور لوب، ان احنا نحط في لو احنا الحين، عفوا، لو احنا هني لو احنا الحين بنسوي رفرش، زين، حق الصفحة، شنو بيصير لها؟ بيصير نفس الطريقة القديمة الليمتد، بيسوي لوب الليمتد ما يوقف. ليش؟ لانه انا ما حطيت له تكرار المتغير. مثل ما تلاحظون احنا في يسمونه في الدرس اللي طاف حطينا اللي هو شنو، اللي هو اسم المتغير بلاس بلاس، كرر لي اسم المتغير كرر لي المتغير. اذا انت ما خليت هذه اللي هو الدولار دولار اكس بلاس بلاس، اللي هو المتغير اللي اسمه دولار اكس، هذا ما خليته بلس بلس، راح يسوي لك تكرار لا نهائي. لو نرجع مره ثانيه ونسوي ريفرش، مثل ما تلاحظون طبعا انا خليت القيمه في البدايه 1، طلع لي ذا نمبر از. خلينا نسوي مثلا هني وايل وايل نمبر، بس دايركت عشان تشوفون انه هو اختلف فعلا. وايل نمبر از 1 2 3 4 5، مجرد ما تخلي مثلا 50 وترجع انت تسوي مره ثانيه ريفرش، نفس الشيء يطلع لك. يعني تقريبا هو نفس الفور لوب، بس انه طريقه الكتابه تختلف. وفي بعد عندنا الوايل ينقسم حق شغلتين. الشغله الاول اللي هو الوايل خالي، وفي شغله ثانيه ان احنا مثل ما تلاحظون احنا طريقة الكتابة قبل ان احنا في البداية نعرف المتغير ونعرف الشرط، عقب وعقب في النهاية نبي الريزولت، في النهاية احنا نقول تعداد المتغير. خلينا نسمي هاي تعداد المتغير، ونحط في النهاية تعداد المتغير، انه هو عدد لي هذه الفانكشن، هو يهلون يسوي نفس الدائرة، يتأكد انه هو رقم 1 اصغر من 50 وطبع لي. عقب ما تطبع هنا شو يقول له؟ التعداد، ارجع مره ثانيه فوق، صار هني يصير رقم 2 لان انا حاطه بلس بلس، فيصير رقم 2. هاي يعني في داخل اللوجيك مال البرمجه. انزين، الطريقه الثانيه حق كتابه الوايل يسمونها دو وايل. شو الفرق بين دو وايل؟ في البدايه انا اقول له دو، اقول له افعل يعني افعل، اللي هو شنو؟ اخذ كوبي بس للوقت، اللي هو شنو؟ في البدايه انا افعل لي الريزولت اللي في المقصود فيه، اللي هو افعل لي اطبع، يعني ساوي لي اطبع
while number is x متغير x حط break lines. البداية هني خلينا طباعة كأنه صار بالمقلوب. إنزين وين أحط ال while؟ ال while أحطه في نهاية قوس المجموعة. أقول له while نفس الطريقة بالضبط اللي هو متغير x نفس الشيء بالضبط، ما غيرنا فيه ولا شيء نفس ما تشوفون، بس مجرد نضيف الوصل الفصل منقوط، ولازم نضيف هني بعد اللي هو تعداد المتغير. يعني في البدايه انا اقول له اطبع وعقب نفذ الشرط، هني اقول له نفذ الشرط وعقب اطبع. هذا الفرق الوحيد بين الشغلتين. واشيل هاي الواي فنفس الشي صار. لو خلي هاي مثلا 10 عشان اتاكد. طيب بالضبط كم من 1 ل 10. فهذه كانت طريقتين للكتابة. طبعا هذه نحتاجهم، قلت لكم انا عقب ان شاء الله راح تشوف انت مدى اهمية التكرار. يعني انت لين بتكتب شيء، لين تبي تكتب 100 سطر تقدر تكتبه بشنو في 3 سطور او 4، ويسوي لك العملية. مجرد انت ما تعطيه الداتا، يعني شوف انا هنا اعطيه المتغير اسمه 1، لا لو نفترض ان هذا المتغير انا جبته من الداتابيس، جبت له من الواحد جبت له 500 واحد، وبمجرد هني بيطبع لي اياهم بدون ما نكتب 500 سطر. هذه الشغلة الوحيدة اللي تنفعك في التكرار. لا تنسونا من الدعم والاشتراك واللايك والسبسكرايب، واذا عندكم اي تعليقات او عندكم اي ملاحظات اكو عندكم سمونا حساباتنا في السوشيال ميديا، تقدر تكلمني على اي واحد فيهم. مو بشرط ان حتى مو بشرط في موضوع البي اتش بي، حتى اذا في مواضيع متقدمة في تصميم المواقع ان شاء الله راح نتطرق لها عقب، بس في البداية لازم اشرح الاساسيات. يعني حتى في الام في سي او يعني مثل ما نقول احنا الادفانس في تصميم مواقع، طريتك اي مشكلة طرش لي على طول وان شاء الله راح ارجع عليك. اذا كنت انا اعرف احل المشكلة راح احلها لك. هذه كان درسنا اليوم ومع السلامة.